لك سؤال بعيدا عن سعد شويه، ايه رايك في تعاقد النادي الاهلي مع ريني فايلر المدير الفني الجديد؟ بص، هو ناس كتير حكمت على الراجل ده قبل ما يشتغل، مظبوط. فيعني لو هناخد بالتاريخ، في ناس كتير جت مصر ونجحت ما كانش ليها تاريخ قبل ما تيجي مصر، انما الراجل من اللي احنا بنسمعه وبنشوف الطريقه بتاعته عنده مميزات. ان شاء الله انا متوقع انه ينجح مع النادي الاهلي. احنا عندنا البيئه اللي تساعد اي مدرب على النجاح يا اسلام. مظبوط. هو يبقى عنده هو الثوابت اللي احنا اتعلمناها كلنا من مانويل جوزيه صراحه، اللي هي الطموح والرغبه والشخصيه، وده كله من اللي احنا سمعناه وشفنا، وانا قريت عن تاريخه كتير. يعني ان شاء الله انا متفائل بخير باذن الله في النادي الاهلي، وكلنا وراه طالما النادي الاهلي اختار، واحنا كلنا ورا النادي الاهلي في اختياراته يا اسلام، طبعا سواء لاعبين سواء مدربين. ما نحكمش على حد من خلال كلام ممكن ليه غرض مشبوه، وهو تصفيف المدرب وتصدير احباط للناس واصدار احكام مسبقه من قبل الراجل ما يشتغل. فنتمنى التوفيق. الفريق دلوقتي بقى فيه لاعبين كويسين ولاعبين كويسين افضل من 3 4 سنين فاتوا يا اسلام. يعني ايوه، فان شاء الله تبقى المقومات كلها موجوده والجمهور يرجع اللي جاي ده. وده في خطوه انا اشوف هي الاهم وهي الخطوه الاكبر اللي تساعد النادي الاهلي يرجع لمكانه تاني ان شاء الله، ويرجع لريادته الحقيقيه مره تانية. ان شاء الله يا نجم. انا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن وائل جمعه، متحدثا لاحد نجومنا في خط الدفاع خلال الفتره اللي فاتت والفتره القادمه. ان شاء الله انا متاكد ان سعد سمير هيكون له دور كبير جدا خلال الفتره اللي جايه.